طيحوا لو نيفو دو لا فيديراسيون الى يعني ادنى الدرجات، حاربوا لي زارجيريا ومازال هنا نحاربوا بعضنا نصفي حسابات او ديتريمون دو لالجيري، والناس تتفرج علينا وتضحك تضحك على لي زارجيريا. واحد نتوما ضحكه صاحبي، راه نتوما مجرد ضحكه كيضحكوا عليكم في افريقيا وصافي، لا وزن لكم لا قيمه لكم. والعام اللي جاي لقاوكم كتنحطوا وكتبكيو وعطينا على الشكا والبكا، وفي جميع المجالات رحنا شفنا اش قال لكم وزير الخارجيه الروسي في البريكس، قال لكم ما اختاريناكمش لان لا وزن لا قيمه عندكم. في العضويه ديال الكاف عطيناكم عليبي مسكين، ما عندو لا حكومه لا دوله لا رئاسه لا والو، شدكم عبد الصرفيق جاب تريبل ديال الاصوات اللي جبتو نتوما. بغيتو تنظموا كاس امم افريقيا، بغيتو تنافسونا، زقتو هزيتو صباطكم هربتو، دابا هز صباطك وهرب. نتوما ضحكه صاحبي. جالس كنسمع عليهم على نتيجه، قال لك والمغرب دابا علاش طاو احسن منتخب؟ يلا علاش طاو المغرب؟ صافي وصل نصف نهائي كاس العالم عطاوه احسن منتخب، ولاو يهضروا على كاس العالم بحال زعما هما راه مشاو لعبوا وشاركوا. انت ما قدرتش شات اهلا صاحبي، ايكامبي جاك في الدقيقه الايكامبيه وقال لك يلا راك قاعد، ولاو يهضروا على كاس العالم بحال راه شي حاجه عاديه، وزعما داكشي اللي داروا المغرب ما يقدر يديروا اي واحد، زعما عادي شي حاجه عاديه. احنا الجزائر ما خسرناش وربحنا ودرنا ايوا تاهلتي كاس العالم، لا في كاس افريقيا الاخرج درتي جيش ما قبل الاخير، ويه اش غنديرنا بدوك الانتصارات قدام نانيبيا وقدام وتعادلات وروينا؟ اهضر معايا في المحافل شنو كدير؟ كيهضروا على كاس العالم بحال زعما هما مشاو وزطوا راسهم لا حول ولا قوة الا بالله. خليكم تضحكوا شويه مع الاعلام الجزائري اللي مازال البكاو الشكا مستمر عنده. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. سيطره كبيره من طرف المغرب اليوم على كل شيء، على افضل منتخب. هل يعقل اليوم انه المغرب افضل منتخب بما انه وصل ربما لنصف نهائي كاس العالم، والسنغال اللي قدم ان غران باركور وتوج في النهائي بكاس افريقيا، وكان في الكاس افريقيا اللي قبلها وصل النهائي غائب. شفنا ايضا احسن هدف لكهربا لاعب الاهلي المصري اللي كاين اهداف احسن منه. ايضا نبيل شفنا الاهلي المصري يتوج باحسن فريق في افريقيا. انا ما وليتش اليوم انه اصبح الخاسر افضل من الفائز اليوم. انت الاهلي بما انه الاهلي واتحاد العاصمه تواجهوا، نظن الاهلي نادي كبير ونادي القرن، ليس لا يحتاج الى هديه من طرف الاتحاد الافريقي لكره القدم. اليوم الكولسه نبيل اصبحت مكشوفه ولم تعد سريه. في وقت سابق كانت هناك كولسه في افريقيا لكن ما كناش نعرفوا هذه الكولسه، ما نسمعها غير في ليما. اليوم اصبح كل شيء امام اعين الجميع. نظن انه بن شيخه قرر تعاطفه مع اتحاد العاصمه ومع البلد ككل من اجل عدم الذهاب الى هذه المهزله اللي صارت في امس في المغرب. حتى فريق احسن نادي نورمالمون هذه ما تحقش يعني ان فوت، ما تحقش احسن نادي باينه. كاين واحد ربح لا تشامبيونز ليغ، واحد اخر ربح لا كوب لاكاف، لعبوا سوبر كوب بيناتهم، اللي ربح هو احسن نادي. يعني سي ماتيماتيك، هذه سي ماتيماتيك، هذه سي لوجيك ماتيماتيك. ما تحق لا الفوت بصح كما قال لك امير، الكولسه هي اللي سيطرت. محمود الكراكي الحق ديمي فينال. اي وي نتيجه لافريقيا الاولى من نوعها، بصح ماهوش تتويج. ما كانش كاس المركز الرابع مثلا، ما كانش اكثر من هذا. طيب اذا مباراه المونديال فقط، نعم لعب مباراه المونديال، ما اهلهمش لكاس العالم، ما اهلهمش لكاس العالم، على بالي ما كان في الوداد، ما اهلهمش لكاس العالم كان في الوداد، وجابوا دقيقه اخرى دار كيلكو ماتش مشات له خرج احسن مدرب. ما كانش تاج يعني حسبت له عدد المباريات في مستوى عالي. داكور جمال بلماضي ما خسرش، كان داير سيري سون ديفات دوبوي لو طون. انا ميزابار 2019 بلماضي احسن مدرب ما كانش. ما تحسبوا لا سيري، ما كنتش تحسبوا انتم في تروفي. هذا الماضي داير 34 ماتش، ما خديتوش بعين الاعتبار. 2023 ما خسر حتى ماتش، ما خديتوش بعين الاعتبار. بوركوا واحد في 2022 بو امبورت لا كومبيتيسيون 2022 كلاسة كاتريام، وي كلاسة كاتريام. درك انتم الى كوب دي موند حاجه كبيره، راني معكم كوب دي موند حاجه كبيره، لا تضاهي مباراه كاس افريقيا، ماشي في التصفيات ماشي مشكل. طيب سكوديتو يضاهي لا تشامبيونز ليغ؟ جامي. صح جامي دافي. جامي. خيرتو سكوديتو بطولة محلية ومن بعد رحتو بطولة عالمية وخليتو لا كوب دافريك وخليتو لا تشامبيونز ليغ. حتى في المنافسات، حتى في المنافسات الوطنية سكوديتو حاليا لا يضاهي لا بريمير ليغ. لا يضاهي لا بريمير ليغ بيان سور، حاليا
سواء قالوا اختيار انه نابولي مده 30 سنه ما توجش بالبطوله الايطاليه وسيتي وسيتي تشامبيونز ليغ قداش تحسن تشامبيونز ليغ اول مره مؤثر محرز مؤثر وفي اللعب احنا كرياضي كمتابعين الرياضه ما فهمتش حتى الرياضيين كي تقول احنا تقول ميور جوار تجي في الذهن تاعك جوار بيتري كاليتي الفنان شوف ميسي كريستيانو شوف محرز يعني تقول هذه ماشي كره قدم نلعبها يعني ما خير بلاي ستيشن يعني ما انكرويابل ما تقدرش تامن باللي واش يقدر يدير بالكره ويديرها في المستوى الراقي في المستوى العالي وكان مؤثر الكونترول الباس دي يلعب اليس واثر في نتائج مانشستر سيتي اللي خدا 3 تيت في عام واحد من الماتشات هذيك الاولى وباعتراف مدربي انا ذاك الى يومنا هذا في يعني في بطوله يعني راقيه جدا والتشامبيونز ليغ هي احسن المنافسات للانديه في العالم كيفاش ما كاش اوكي ساديو ماني 2019 خيرتوه جوست على جال التشامبيونز ليغ وما خيرتوش رياض محرز 2019 اللي رفع قيمه المنافسه القاريه والان الناس يتكلموا على لاكان 2019 وما صنعه ريال محرز بصح انتم عفستوا على لاكان وخيرتوا لا تشامبيونز ليغ ها ودير لكم لا تشامبيونز ليغ ودير البطوله الانجليزيه والكاس ومؤثر وماركا ودير لي باسيم تشامبيونز ليغ يتجاوز كاس العالم 2010 انيستا وتشافي فازوا بكاس العالم وميسي ياخذ البالون دور في معايير الفيفا في حالات انه وين تكون الدوري ابطال لا 5 تيتر ما داهاش على ليبوك سيتي كوميرسيال يعني كان كوميرسيال ولكن تكلم رفيق انه نقاطعك سمح قال لك في 2019 تكلموا على تتويجات مع المنتخب الوطني تتويجات اللاعب مع الفريق خدام محرز قال لك كاس افريقيا خداها ما داش اليوم شافوا لا تشامبيونز ليغ خدا لا تشامبيونز ليغ ما كاش رياض معاه اليوم ما فيهاش نقولوا انه تتقارنها بالفيفا لا مقارنه بالفيفا واللوبي المغربي هو لاكاف اليوم لحقوا احنا نقول مثل ان لم تستحي فافعل ما شئت لحقنا ليها او نيفو دو لاكاف لحقوا المرحله تاع مهانه هانوا لاكاف بطريقه ما كناش نتوقعوها والناس كلها تصفق باش تمد جوائز لناس الراي العام على بال ما يستاهلاش يعني قمه يعني باش نقول لك لكن ايضا اللوم نبيل اللوم ثاني على اليوم كي كان موتسيبي كي كنا في الشان ولا في الكان اوديسات كان موتسيبي الحق وين يجي يشوف ميطون في براقي ويكمل الشوط الثاني في عنابه لبسوا له البرنوس هنا لازم تحدثوا اليوم تحدثوا الانيفرسير وكذا والجزائر واتحاد العاصمه في النهائي قال اتحاد العاصمه اليوم شرف الجزائر واشرف ايضا افريقيا اليوم بعدها شفنا بعد تغير كلش نعاودوا لكن احنا ما نتكلم لك على الدور تاع الجزائر احنا بالغنا في احنا لو كونستانا ننتقدوا وهذه الحقيقه يعني دوك المغرب هل على الافريق والافريق قابله لماذا؟ باسكو الناس عندها مصلحه مع اللوبي المغربي الناس بايعه الماتش كما نقولوا بالعاميه حنا درنا لو كونستا المارير هذا واش حنا يمنعنا باش نكون عندنا لوبي ونكونوا مؤثرين في افريقيا الجزائر بلد كبير جدا وعندنا الامكانيات وربما عندنا الكفاءات اكيد اليوم باش اشاك فوا نقعدوا دوك نقعدوا دون 10 اون نقعدوا دير ميم كونستا اليوم عندك وليد صادي لازم يدخل عندك وليد صادي اللي عنده متمرس وسان جون خدم في لافيديراسيون من قبل لاباس به لاباس به بزاف بل بزاف ماشي جاي ياكل من لافيديراسيون وعنده الطموح والقوه والرغبه انه يوصل لاكاف لي زانستونس هذوما لازم نبنيو عليه افونسيتي مهازل نيمبورت كي يحكم لافيديراسيون المصالح الشخصيه طيحوا لو نيفو دو لافيديراسيون الى يعني ادنى الدرجات حاربوا لي زارجيري ومازال هنا نحاربوا بعضنا نصفي حسابات اوديت الموندو الجيري والناس تتفرج علينا وتضحك تضحك على لي زارجيري ولكن جبت لي وليد صادي الكونستا هذا رانا دايرينو كاع فو با مانتونو شاك فوا رومي كوم يقولوا كنتو دون لابلي قبلنا واش مانتونو يفو دير فوار دير لافونيير باسكو الباسي هذاك فو با دوك شاك فوا رومي الكوتو دون لابلي باش ما توليش افير بيرسونيل ولا شوف كاينه حاجه مانتونو شوف المستقبل كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم التعليقات ما خلوش عليه بالراي ديالكم ناس مازال ما مشاركنيش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيبعد نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب